انا قلت يزيني من الغربة، قلت يزيني نشم في هواء ونشوف في سماء وناكل في ماكلة عندها طعم وبين اهلي وناسي، عرفت، ونحكي مع العباد اللي تفهمني نفس اللهجة نفس لاكسون. كمان 37 سنة برشا راهو لبرا. جيت وقعدت في تونس 5 شهور زيارة، قعدت 5 شهور زيارة فاستوعبت البلاد، وكانت أول مرة في حياتي ندور تونس ومناطقها، لأنه أنا شكون تونس الحمامات وسوسة، هذيك هي، كل دخلت المناطق الداخلية أنا انبهرت بالكيف، انبهرت بباجي، اكتشفت باجي بلادي جدا. عندنا أكسجين هنا، عندنا سماء زرقاء، حاجة ما راهوهاش غادي، راهو رانا ما نشموش الأكسجين غادي، راهو لهنا الفلفل عنده ريحة باش تدمعني، الطماطم عندها طعم، أنا وبنتي قاعدين في ريست روحنا شايخين على كعبة طماطم ناكلوا فيها، والعباد يخزرونا باهتين، كأننا ناكلوا في علوش محشي، حاجة مش نورمال. ما عاشش البرة وكلي الكرزونة اللي كنا ناكلو فيها بيانكو هي لوكس وهكا وعلى فرد كعبة ودرا شنو، يا خيان دو بون ما نكذبش عليك. لوكس بنتي جات مريضة من أمريكا، بنتي برات في تونس، الطبيب يعني أربع شهور ونص تمشي وتجي على لي زوبيتو في أمريكا ما عرفوش عندها، جبناها الدكتور هوني من غير ما نسمي في اللاك دو، أول 5 دقائق من أول درج لا توت سويت كومبخي كاسكالا، فهمتني، قعدت لهنا 21 جور كيما قالت لي هي دو غيف، 21 جور دو غيف بالنسبة لها من أمريكا مش من بقعة أخرى، باش تعرفوا رانا عندنا الطب روعة، وعندنا بلاد روعة، وعندنا مناطق تاخذ العقل، شفتوا الأكسجين والهواء هذايا راهو ماهوش موجود في كل بقعة. الأمني في بلادنا طبعا واللي في كل مناسبة يتطرق له رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلينا نسألوك كمواطنة تونسية كيفاش ترى في الوضع الأمني في بلادنا؟ بالنسبة لي أنا كمواطنة بالخارج سابقا ومقيمة في تونس أو عندي عام وشوية، نسمع في حاجات أنا ريت ما ريتش، أنا عايشة ما نكذبش، أنا عايشة في أمان، ما عندي حتى مشكلة لا شخصيا ولا في داري ولا في الشارع، على فكرة خرجت في جميع الأوقات، يقولوا لي ما تخرج في الليل وحدك وتخاف، أنا ما خافش ديجا بطبيعتي، اوكي ما عندي حتى مشكله على هذا المستوى. دونك معناتها كي تخرج تحس ثم راحه مرتاحه، ثم امان، تتنقل بكل معناتها بكل امان. وكل السوفينير القديم ما نكذبش عليك، اول ما صارتك الثوره وكل اي وقتها كيف تجي سي نورمال، فما عندنا شو يسميوه هذيك الكوفر فو وعندك الحكايات هذيك كلها، سيتي ان بو اي كان، وكانوا الجماعه الاخرين متطرفين وكل الحكايات هذيك الكل، تخاف شويه بينك وبين نفسك، اما في الشارع برضو ما ريت شيء، شخصيا انا ما شفت شيء. انت قلت من مواطنين بالخارج، كنت تعيش لبرا وتوا عندك اكثر من عام استقريت لهنا في بلادك، خلينا نحكيو في لي فاكونس اللي تروح فيهم، اكيد معناتها في كل مرويحه تشوف فما شونجمون في حكايه، فما تحسن والا فما تازم وراجعين في التوالي حسب رايك تقييمك. خلينا نبدا لك من الاخر، انا كليلة عمري في حياتي ما تخيلت ان انا اروح لتونس دي، كنت حاطه في راسي انه انا مستحيل، حتى اصحابي يقولوا لي ليلى اكس اكس اكس، انا هكايا نقول لهم تونس اكس اكس اكس، بانت نحاول زيكس الكل وروحت، بورتون كنت في دبي، معناها اللي هي الناس تحلم تمشي لدبي، بان بالنسبه لي انا ظروف والا اختيار حبيت تروح. اختيارك هو يزيني من الغربه، وهي السبب راني جيت وقعدت في تونس 5 شهور زياره، قعدت 5 شهور زياره فاستوعبت البلاد، وكانت أول مرة في حياتي ندور تونس ومناطقها، لأنه أنا شكون تونس الحمامات وسوسة، هذيك هي، قلت لي دخلت المناطق الداخلية أنا انبهرت بالكيف، انبهرت بباجي، اكتشفت باجي بلادي جدا، هيك القرى صغيرة وكل، نبدا نحكي لبناتي، انا بناتي زاد مقيمين البرا، كل نقول لهم راهو ما عندكمش فكره، ونبدا نصور ونهبد، يقول يدخل فيسبوك نتاعي تو يلقى قداش مهبط على تونس، فيمكن هذاك اللي شجعني. اوكي مش خليك تخمم عفوا في العوده نهائيا لبلادي. خليني نخمم هكا شويه ومن بعد خذيت قرار ورجعت. بيان سور لا مانيش متزوزه. فماش بدايه نتاع ندم؟ لا، حاسه روحك سي بون احسن قرار والقرار الصحيح اللي خذيته؟ لا، اولا انا انسانه ما نندم على شيء، هذه كقاعده فيوليان كوتش انا ومعالج بالطاقه، فبالتالي الندم عنا نيكزيست با، لكن انا القرار مستحيل نندم عليه. انا نقول لك حاجه يمكن انتم ما تعرفوهاش، اللي يبدا عايش في تونس ما يعرفش معناها، انتم عندكم اكسجين، يعني عندنا اكسجين هنا، عندنا سماء زرقاء، حاجه ما راهوهاش غادي، راهو
رانا ما نشموش الاكسجين غادي، راهو لهنا الفلفل عنده ريحه باش تدمعني، الطماطم عندها طعم. انا وبنتي قاعدين في ريستورون، احنا شيخين على كعبه طماطم ناكلوا فيها، والعباد يخزرونا بهتين كاينه ناكلوا فيها علوش محشي، حاجه مش نورمال. اللي ما عاشش البرا وكلي الكرذونه اللي كنا ناكلوا فيها بيانكو هي لوكس وهكا وعلى فرد كعبه ودرا شنو، يا خيان دو بون ما نكذبش عليك. بنتي جات مريضه من امريكا، بنتي برات في تونس، الطبيب يعني اربع شهور ونص تمشي وتجي على لي زوبيتو في امريكا ما عرفوش عندها. جبناها الدكتور هوني من غير ما نسمي في اللاك دو، اول خمسه دقائق من اول درج لا توت سويت كومبري كاسكالا، فهمتني؟ قعدت لهنا 21 جور كيما قالت لي هي دو غيف، 21 جور دو غيف بالنسبه لها من امريكا مش من بقعه اخرى. باش تعرفوا رانا عندنا الطب روعه، وعندنا بلاد روعه، وعندنا مناطق تاخذ العقل. شفتوا الاكسجين والهواء هذايا راه ماهوش موجود في كل بقعه. فهمت؟ اليوم معناتها انت تحكي لنا في حاجات للاسف باش ما نقولوش كل الشعب التونسي، ثم فئه كبيره من الشعب التونسي ماهيش فاهمه القيم الاشياء هذه. اليوم قاعدين نشوفوا في ناس ناق مع بلادها، ناس قاعده تخمم في الهجره بمختلف الطرق، ناس وصلت ترمي في رواحها في البحر تقول لك معناتها الموت ولا البقاء في بلادي. اي دمعتك غير دمعتوني. اي على خاطر يقول لك حاجه، المشكله اللي عندنا في تونس هو وعي جمعي، فهمت؟ الوعي الجمعي راهو يغير البلاد، يغيرها سواء من السلب للايجاب او من الايجاب للسلب. بكل اسف احنا عندنا وعي خايب، والوعي الخايب راهو يبدا من شخص وينتشر كيما بالضبط كيما الدعوه كيما اي حاجه، فهمت؟ تنتشر. فاحنا مشكلتنا في الوعي الجمعي، تلقاه صغيره كي هو سمع من الناس انه كي تخرج لبرا خير وكي تعرف شنو، معناتها سامحني انت في بلادك ما تخدمش ارضك، ما تخدمش فلاحتك وتمشي غاديك تمرمط لبرا، قال شنو باش تجيب طرف يوروات؟ ما فما ناس من برا دخلت، هاني انا دخلت وهاني لقيت خدمه وهاني نخدم وهاني لاباس عليا. جو سوي ان اكزومبل، مانيش صغيره، اي بورتون عرفت ندخل للبلاد وعرفت نعيش فيها. انا قلت يزيني من الغربه، قلت يزيني نشم في هواء ونشوف في سماء وناكل في ماكله عندها طعم وبين اهلي وناسي، عرفت؟ ونحكي مع العباد اللي تفهمني نفس اللهجه نفس لاكسون كوميم. 37 سنه برشا راهو لبرا. يا يعني اليوم حسب رايك شنو هو مالي خلي انت حكيت على الوعي، لكن اليوم قاعدين نشوفوا معناتها في فئات الحقيقه نحكيو عليها تكون عندها مستوى اكاديمي عندها مستوى جامعي، نحكيو على المخب تخمم انها تهاجر بلادها. انا ما نعرفش شنو هي الماورائيات ولا نعرف شنو اللي كل انسان عنده في راسه، اللي انا متاكده منه. طب باش نرجع لك ككوتش كمدرب، هو الوعي الجمعي اللي مأثر برشا. وانا كنت نعمل حتى في اللايفات نتاعي نقول عندي استعداد انه انا فعلا نعمل دورات فري بلاش بس للنهوض بالوعي او لتغيير الفكر نتاعنا. انت نقول لك حاجه، تحب تكره حاجه مهما كانت جميله ركز على مساوئها، وبالتالي كي تحب حاجه ركز على محاسنها وايجابياتها. تونس فيها برشا البهي انتم مش شايفينه. يعني اليوم الظروف خاصه، خلينا نحكيو على الظروف الاجتماعيه، ظروف الفقر الخصاصه ما تخليكش انك تنقم وتهج من بلادك، بالعكس الظروف نحن من يصنعها، نحن من يصنع الظروف صدقني. وهذا كلام نقول فيه ما هو شي كلام هكا من الهواء، نعرف اللي هو قاعده. احنا كما نقول سوري كما نقول انه واقعنا هو توقعاتنا وافكارنا هي حياتنا. اذا انت فكرك ايجابي بالتالي تكون حياتك ايجابيه، اذا فكرك سلبي حياتك تكون سلبيه، واذا توقعاتك خايبه واقعك سيكون خايب. يا اخي شوف الباهي في الدنيا، شوف الباهي في الناس، شوف الباهي في البلاد، شوف الباهي في كل شيء وعيش. فما حاجات ما نجموش نبدلوها، فما اختلافات مثلا سياسيه او اختلافات في النظر او وجهات النظر او اختلافات وات ايفر يعني، اوكي فما اختلافات لا يعني انه هذا خلينا ما نتعايشوش، اوكي. الهند مئات الاف الطوائف، الصين كذلك، وعايشين مع بعضهم خاطر لقاو حاجه، حب البلاد، ناس عندهم تعلق بحب، لانه هذاك وعي جمعي. مهم يعني احنا قد ما باش نوصلوا فقر وميزيريا باش نوصلوا للهند باش نوصلوا للفقر، ما عندكمش فكره راهو الفقر اللي غاديك والخصاصه والميزيريا الزرقاء غادي، لكن فما وعي اسمه حب الوطن. حتى الناس اللي تخرج ويخرجوا برشا لبرا باش يخرجوا على ناسيوناليتي، اما ارتباطهم ببلدهم بوطنهم بعائلتهم لا ينقطع، وحبهم وافتخارهم انهم هنود مهما كانت فيتهم، مسلمين مسيحيين هندوس اللي تحب انت، عندهم الهند قبل كل شيء مثلا. نعطيك اكزامبل اليوم معناتها حسب رايك انت وعندك ديجا خبره، كيفاش اليوم نجموا معناتها ما نتاثروش باللي جون توكسيك اللي للاسف معناتها تعبى بهم مجتمعنا التونسي بعد الثوره؟ بث الوعي صراحه، بث الوعي.
انا حتى اقترحت مره مشيت انا المدرسه فري بليش، انا مشيت لهم بليش باش نخدم على الصغيرات، والحمد لله معناها رغم اللي مشيت مره واحده مي جي شانجي الفكر نتاع الصغار. انا شخصيا ونقولها عندي استعداد ندور على اي مدرسه او اي منطقه او اي مكان فيها المشاكل هذه نتاع الوعي المتدني او كره الوطن او واتيفر، انا عندي استعداد انه انا نخدم معاكم على الناس هذه، يعني بس للوطن مش لحاجه اخرى يا لبلادي. اليوم اعطينا مفهومك للوطنيه انت، لانه نحكي معك الحقيقه معناتها متاثره، نحكي ودموع في عينيك وانت ديجا بين بلادك، معناتها عديت غربه 37 عام، ومعناتها الحقيقه حسب فهمك انه سي بون حياتك سافا، معناتها عندك الامكانيات تمشي وتجي على بلادك، ومع ذلك ما سلمتش في بلادك ورجعت لبلادك. اللي ما جربش الغربه ما يعرفش، واللي ما جربش الغربه ننصحه ما يجربهاش بصراحه. فما عمر يضيع، فما برشا حاجات تضيع، فما علاقات انسانيه حتى علاقات عائليه تمشي، تعرف تحس روحك من بعد كي ترجع قطعه حبل جايبها الواد، خاطرك انفصلت، فما خيط طاقي، فما خيط كبير، فما حبل كبير انقطع، فهمت؟ ما يحسوا كان اللي يعفس عليه. مره نتفرج في فيديو باش نعطيه لكم ليكزامبل، ان جنوم طلع خرج من الاوائل، خرج يقرا لبرا في هولندا، خرج وكمل وتخرج وقرا ولا مهندس، عمل الفيديو نتاعو كان عمره 40 سنه وقتها، قال شنو اللي ربحت؟ صحابي قعدوا لهنا عرسوا عملوا الديار ويخدموا وفرحانين وسعداء، انا قعدت لا مراه لا دار، نخدم وندخل في فلوس اي ومن بعد لا عيله لا ارتباط، انقطعت يعني علاقاته حتى مع عائلته القريبه بعدت. هذا ان اكزامبل، والله كي شفتوا الفيديو هذيك كانه سطل ثلج تصب عليا بالحق. والحاجات هذه ما زالت عندها قيمه في عصر الماده؟ فماش حاجة اسمها عصر المادة، فماش حاجة اسمها عصر المادة، اللي يحب يفيق على روحه احنا مانيش مادة، المادة حاجة هكا كبرها، هي أغلى حاجة وأكبر حاجة في الإنسان هي المشاعر، احنا نقولوا الجسد المشاعري، لا لا خالص، والفلوس تجي وقت اللي أنت تبدأ مريقل وأنت تبدأ متوازن وأمورك يعني جسدياً متوازن، فكرياً متوازن، مشاعرياً متوازن، الفلوس توا تجي، أما ماهيش هي أساس الحياة، هي زينة الحياة الدنيا ولكن ماهيش حياة الدنيا. إذن ينجم مثلا المشاهد باش يتفرج في كلامك اللي هو طبعا إيجابي كله ومحلاه كله، ويقول لك لا هي تحكي هكا لأنها ظروفها المادية سافا، لأنه من حسن حظها أنها كانت وضعيتها الاجتماعية لاباس وحمد لله سي بور سا تحكيها. مريت بجميع الظروف غادي وهوني، وأول ما جيت لتونس مريت بظروف، رغم اللي هو عام وشوية مريت بظروف ما هيش سهلة أوكي، ولكن أنا عندي إيمان أنه نحن من نصنع الظروف، أحنا اللي نصنع حياتنا، وأنا قلت لي تونس فيها وتونس نجم نخدم، حتى حد ما يصدق لي نجم تخدم، نجم تخدم. أنا شفت ديجون، أنا عندي أن سارتاناج، أنا شفت ديجون كون روحهم من تحت الصفر، عليه على خاطر يحب يبدل حياته، خاطر يحب يكون روحه. تونس فيها فلوس والدليل، وفيها مستقبل والدليل، أجانب قاعدين يجيو يسكنوا هوني، أجانب قاعدين يشريوا فك الأراضي اللي انتوما تلوحوا فيها، أجانب قاعدة تفلح في الفلاحة اللي انتوما سيبتوها. سامفي مالو كوغ، سامفي مالو كوغ صراحة. في الإطار هذايا أيضا مساج للشباب التونسي وخاصة للشباب اليائس والمحبط، واللي سامحني معناتها المسؤولية ترجع للدولة وللمسؤولين، يقول لك معناتها هما أحبطونا، هما زرعوا فينا مشاعر اليأس. أنا لا أؤمن أنه حد يعمل حاجة لحد، كل إنسان يعمل لنفسه وكل إنسان يتغير بنفسه، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه أول حاجة. ثاني حاجة، تنجم تسيب أمك وترميها، كنت سيب أمك وإرميها، سيب تونس وإرميها من الآخر.